طيب هلا الشباب احنا هون بدنا نحكي عن الان سوبرفايزد ماشين ليرنينج، وهي الان شو بتختلف عن الاول؟ الان سوبرفايزد ماشين ليرنينج شو بيختلف عن السوبرفايزد ماشين ليرنينج؟ بدنا نتطرق. اذا بتشوفوا كلمه كلاسترينج معناها ان سوبرفايزد، اذا بتشوفوا كلاسيفيكيشن وريجريشن معناته سوبرفايزد. كلاسترينج لما هي معناها ان سوبرفايزد. شو يعني؟ هلا احنا بدنا نتعلم عندنا في حالة السوبرفايز شو كان عندنا؟ في حالة السوبرفايز كان عندنا اللي هو ايش؟ كان عندنا اكس وكان عندنا ايش؟ تارجت فاليو واي، مظبوط؟ هذا بحالة السوبرفايزد في الجزء الثاني من المحاضرة اللي درسنا. في هذا الجزء بنقول بالان سوبرفايزد شو اساوي؟ بالان سوبرفايزد فيش عندك واي. ايه ولا شو اساوي؟ بس في عندك اكس. يعني بمعنى اخر انا جبت لك الداتا وقلت لك اتعلم، طب شو تتعلم؟ وتعلم اللي بدك اياه. فنو تارجت فاليو. ما في عندنا واي. هذا الفرق بين السوبرفايزد والان سوبرفايزد. طب شو يعني؟ يعني انا عندي بس الانبوت وهدفنا نتعلم نسميها ليرن سم ستراكشر. سم ستراكشر يعني تعلم من الداتا اذا الها شكل معين. فبنقول في كلاسترنج دايمنشناليتي الى اخره. احنا ما ندخلش في ماده الذكاء الاصطناعي بقوه في الكلاسترنج، هذا ندخله بعدين في محاضره في مساقات ثانيه، ولكن نحكي على انواع كلاستر. في عندنا اكثر من نوع كلاستر. تخيلوا لو انه انت عندك سوبر ماركت وبتسجل كل الحركات اللي الناس تشتريها، او يعني كل الاشياء اللي بتبيعها بتسجل، واعطيتني الداتا وقلت اتعلم. شو اتعلم؟ هلا فيك طبق اول وحده مثلا كونكتيفيتي بيز كلاستر. يعني عندك هاي الداتا وانت قلت رحت رسمت مثلا مثلتهم باحمر. شو يعني سويت؟ قلت كل الاشياء القريبه على بعض بدي اعطيها لون واحد، الاشياء القريبه. اوبجكتس ريليتد to nearby objects than to objects farther away. يعني مثلا هذولا مش ممكن ارسمهم بالازرق، رسمتهم بهذا اللون اللي لك لانهم قراب على بعض. هذولا رسمتهم مع بلون لحال، فصرت الكمناطق اللي النقاط بتبعد عن بعضها عشان اقسم واعمل كلاستر جديد. عشان اعمل كلاستر جديد، يعني انا عملت لهم كلاسترين بس على قديش بعاد عن بعض. هلا شو الفيتشرز اللي استعملت؟ هذا موضوع ثاني. هلا ممكن اعمل سنترويد بيزد كلاسترين. انا احط النقاط، هذول النقاط احط نقطه بالنص واقول احط نقطه هون ونقطه هون مثلا. هيك انا اطلع على الداتا احط نقطه هون ونقطه هون واقول له ايش؟ أقول له صنف لي أو كلاستر هذول النقاط حسب كديش بعيدة أو قريبة عن هاي النقطة أو لهاي النقطة. يعني بتيجي لهاي النقطة بتقول أني أقرب لهون ولا لهون؟ لا لهون، معناته بحطها بحدها. وهيك هذا بنسميه سنترويد بيزد كلاسترينج. يعني وي كلاستر بوينتس أكوردينج تو ذا سيت أوف جيفن سنترز. فاحنا اعطيناه سنترز، ممكن اعطيه طبعا اكثر من اثنين يعني، وهو لحاله ايش؟ بلكا الكلاستر تبعه. ممكن اعمل ديستريبيوشن بيزد كلاسترنج اللي هو يعني اوبجكتس بلونج موست لايكلي تو ذا سيم ديستريبيوشن. يعني انا بتطلع على ستراكشر معين، يعني هذول مثلا حطيتهم مع بعض، هذول حطيتهم مع بعض.
حسب فيتشرز معينه، مش شرط بس يعني شو بتختلف هاي عن هاي، حسب فيتشرز معينه مش شرط تاخذهم حسب البعد والقرب يعني. فديس حسب ديستريبيوشن معين. ممكن انا اطلع على density، density كثافه يعني، انه اجي اطلع على الداتا عندي اقول تعرفوا في حدود لهاي المنطقه وبتدرسوا هاي المنطقه، كل شيء جوا هاي المنطقه بس بعملوا كلاستر. طب شو اسوي بهذول اللي برا؟ خلص بنساهم بديش اياهم. هاي ورجينا اربع انواع او اربع انواع من الكلاستر، من الكلاسترينج. بس هاي فكره الكلاسترينج هي انت تعلمت بدون ما انا اعطيك اللي هي التارجت فاليو. هذا مثلا مثال، لو عندي انا داتا يعني هاي ماخوذه من سوبر ماركت، كل الناس عبوا معلوماتكم، حطوا لنا معلوماتهم للناس اللي بتيجي على السوبر ماركت، وبعدين انا هاي طلعت الداتا هون، فانا قسمتهم او خليت الكمبيوتر يتعلم انه قسمهم لقسمين. مثلا هذا القسم هلا شو بتعبر، مرات ما بنقدرش نفسر، على فكره مرات ما بنقدرش نفسر الكلاسترز اللي بتطلع، ما بنقدر نعرف ليش حطهم، ليش انا مثلا حطي في كلاستر ثلاث، ليش؟ فبيكون في فيتشرز معينه انا قريب على الكلاستر هذا فيها، بس مرات طب شو من هذول. فمرات بنقدر مرات بنقدرش نفسر الكلاستر. هاي مثلا كلاستر واحد الناس اللي عندهم ادمان على الشوبينج، وهذول الناس اللي نادر ما يجوا يعملوا شوبينج. فطبعا انت بناء على هيك كصاحب سوبر ماركت بتقدر تعمل يعني دايركت ماركتنج، او توجه الحملات الدعائيه لكل كلاستر معين. طبعا هون في مشكله بالدايمنشناليتي برضه، لما بنكون عندنا كثير فيتشرز وي ونت تو كونفرت هاي دايمنشنال داتا تو لوور اوردر دايمنشن، نقلل الدايمنشناليتي. احنا وانا في هذا طبعا الكورس احنا ما بنحكي على الدايمنشناليتي كثير اطلاقا، يعني هي فقط بس لمحه خفيفه. أنا خذوا مثلا هذا، شايفين هاي كيف شكلها؟ تخيلينه؟ عبارة عن لفة، يعني عبارة عن 3D، زي تخيل إنها زي ورقة وإلها أبعادها ممكن تيجي هيك، هاي من برا إذا أنا بعرف أرسم، وبعدين هاي هي الورقة تيجي هيك، أكيد أنتم متخيلين معي كيف ممكن تيجي هاي. هلا انا تخيل شو يعني، مثلا شو يعني دايمنشناليتي ريدكشن؟ تخيل اني افرض هلا انا شو فيها طلع، هي على فكره شو فيها، هي الورقه الملفوفه انجاز التعبير، انه اول جزء منها ماله اللي هذا بالازرق الكحلي، جزء هذا اللي هو بيعبر عن كلاستر معين، من هون لهون بيعبر عن كلاستر معين، وبعدين هذا كمان كلاستر، وهذا كمان كلاستر، وهذا كمان كلاستر. فهم هذول اصلا لما باجي بعمل ريدكشن ل دايمنشناليتي، يعني وكاني ل 2D، طبعا من 3D ل 2D، يعني وكاني فرد. طيب يعني هاي المنطقه هون في هذه الدايمنشناليتي، عمليا هون في هذه المنطقة. في كثير libraries للdimensionalities اللي ممكن احنا نتعامل معها. بس حبينا ناخذ نظرة عن الdimensionality، وبنحكي بعدين في الجزء اللي بعده عن الreinforcement learning.